ومع السؤال الرابع، استخدام المهندسون للأنفاق لدراسة تأثير الرياح على أداء السيارات، هل هذا يعتبر تطبيقا لأي شيء؟ هناك بعض النماذج عزيزي الطالب يستخدمها المهندسون في ويستخدموا فيها الأنفاق. النفق هو مكان ضيق يوجد طبعا له فتحتان ويمر عبر إما تحت الأرض الترابية أو تحت القنوات المائية وغيرها. إذا هذه الأنفاق استخدمها المهندسون لدراسة تأثير الرياح على أداء السيارات، هذا يعتبر تطبيق لأي شيء؟ هل استخدام النماذج لاختبار التوقعات والفرضيات، أم استخدام النماذج للتواصل، أم استخدام النماذج لتوفير الوقت، أم استخدام النماذج لتوفير المال؟ نعم عزيزي الطالب، إن هذا يعتبر نوع من أنواع الفرضيات. ما هو تأثير الرياح كمقاومة على السيارات؟ ولذلك عندما تصنع سيارات السباق يتم إجراء كثير من الاختبارات عليها حتى يمكن أن يتغلبوا على مقاومة الهواء ويصلوا إلى أسرع سرعة ممكنة أو إلى أقصى سرعة ممكنة لسرعة السيارة وهي سيارات السباق. إذن فاستخدام المهندسون للأنفاق يعتبر استخدام النماذج لاختبار التوقعات والفرضيات. الإجابة هذه هي الإجابة الصحيحة.